يلا بسم الله. النهارده ده الملف الرابع بتاع الذهبي. يلا نشوف بقى كده سؤال سؤال، نكبر بس الشاشة شوية. أنا هجاوب السؤال واللي عارف فيكم يحله، يعني خليكم بقى كده معايا. الفيرتيكال روت فراكشر بنعمل له كونفرميشن ازاي؟ من خلال لا كونفرميشن يخص بالعين، يا او سوري بالعين، لا لا مش فاهم كده. بالسيرجري. كونفرميشن مش احنا قلنا الفيرتيكال روت فراكشر بنعمل له كونفرميشن بالاكسبلوراتوري ريس بالاكسبلوراتوري سيرجري. افتح وشوف ايه اللي جوه، افتح وشوف ايه اللي جوه. طيب حد فاكر الفيرتيكال روت فراكشر كان بيبقى ايه الريكويرمنتس جي بتاعته؟ شيب، جي شيب او جي شيب اكس راي، ماشي. مش فاكرة تاني. كان فيه بيبقى لوكالايزد لوكالايزد في في حتة، البايتنج برضه. بيبقى لوكالايزد بريدونتال، بيبقى يعني في بكرة ماشي الجيب ناحية ماشي لوكالايزد، تمام. والبايتنج حد برضه كمان؟ عليه ده ايوه، العيان بيشتكي بول لما يجي يعض. ايوه بول. تمام. طيب السايز بتاع الجيتس جليدن رقم 2 كام؟ احنا قلنا السايز بتاع الجيتس جليدن بتبتدي من رقم واحد، رقم واحد 50 بتبتدي وبعد من كده زود 50، 20. 20. خلي بالكم برضو من الوان الفايلات، عشان الوان الفايلات العاديه بتاعتنا ممكن يجيبها اول 3 فايلات بالذات، السته والثمانيه والعشره. السته بيكون لونه بينك، الثمانيه لونه رمادي، العشره لونه بيربل. تمام. وبعدين بنبتدي بالالوان العاديه بتاعتنا. ماشي. اوكي. طيب نشوف السؤال اللي بعده. واحده عندها 65 سنه بتشتكي من الاوستيوبروزس، جات لك بعد 3 شهور تمام الاكستراكشن لللور مولر، وبتاخد انترافينوس بايفوسفانيت. انترافينوس بايفوسفانيت شي هاز نو هيستوري اوف راديشن، ما عندهاش اي مشكله، بس هي كانت المهم ان في الميديكال هيستوري كانت بتاخد ايه، باي فوسفانيت. المهم ان هي طلع لها اكسبوزد بون تمام، ونون هيلينج سوكت، يعني البونه كانت اكسبوزد وما فيش اي بين ولا في اي بص. يبقى دي انهي ستيج من الستيجز، ستيج زيرو ولا ستيج 1؟ وان 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 تمام. يبقى انا المفروض ان انا اعمل لها ايه، ادي لها كلوروهيكسيدين بس اللي هو الماوثوش تمام، ما اديلهاش انتيبيوتيك. الانتيبيوتيك تبتدي اول ما البين يبتدي. تمام. نايس. طيب وات اللينس شود بي السبريدر جو فور الاوبتيمم كولد لاترال امباكشن، يعني السبريدر بيقف قد ايه في الكنال؟ السبريدر أقل 1 ملي من working lens. ايوه اقل 1 او 2 ملي من الوركينج لينس، زيه زي الجتا بيركا بالظبط. تمام. ال وات ويتش اوف ذا فولوينج از ذا مين ان اورجانيك ماتيريال في الدنتين؟ الدنتين بيتكون من اورجانيك وان اورجانيك ماتيريال بنسبه كام لكام؟ حد فاكر؟ الدنتين باين كان حاجة و70، ولا ماشي الهيدروكسي أبوتايب، ماشي. وده اللي هو الإنورجانيك. ايوه الأورجانيك كان كام في المية؟ كان نسبته في الدنتين في الإنامل باين 97، في ايوه الدنتين بالظبط، حاجة و70، ولا كان إيه؟ في الدنتين 70 تمام، في أوكي. الدنتين 70، لكن في الانامل 95 تمام، وتوصل كمان ل 98% على فكرة. طيب الصورة عندي، بص الصور هنا مش تمام في فايل الذهبي تمام، ولكن خلينا نشوف الكيس. بيشنت عنده اكيوت اودونتوجينيك ابسس، عنده اكيوت اودونتوجينيك ابسس، ايه السورس اوف انفكشن؟ هنا في الصورة لو انت شايفة الصورة الاكيوت ابسس تحت كده، يبقى كان بسبب ايه؟ وهنا لو سب في مانديبولار، الاختيارات يعني سب استسلمت. مانديبولار. ايوه سب مانديبولار سبيس اللي هو هنا ده، سب مانديبولار سبيس يبقى بسبب مين؟ الفيرست مول مولر تمام، اللور فيرست مولر. طيب مين الحاجه اللي بتاثر على السبريد بتاع الاودونتوجينيك انفكشن؟ قلنا اول حاجه هي مين؟ المصل اتاتشمنت، غيرها بقى لو المصل مش موجوده يبقى ايه؟ اكيد مكان الايه؟ السنة. مكان السنه. يبقى تاني حاجه مكان السنه، اول حاجه المصل اتاتشمنت تمام؟ طيب شوف السؤال اللي بعده. During the non-surgical root canal treatment اللي هو الار سي تي يعني العادي، a working lens of a radiograph was taken from the distal angle. From the distal angle، اخذت من الديستال انجل. Which of the following would be considered the buccal object؟ يعني البكال اوبجكت هتروح فين؟ كده ديت انهي تكنيك؟ اللي هو السلوب ايوه مثلا يبقى احنا رحنا ديستال، يبقى مين اللي هتروح ديستال؟
هي سيم لينجوال اوبزيت باتر. لينجوال. ايوه الديستو لينجوال هي اللي هتروح لينجوال، او هي اللي هتروح ديستال، تمام. لكن البقه اللي هي اللي هتعكس وتروح ايه، وتروح ميزيا، تمام. طيب واحده عندها 50 سنه اون ريجولار ديلي دوز اوف الاستيرويد، عندها ارثرايتس، يعني بتاخد استيرويد، بتاخد كورتيزون. ليه؟ علشان هي كانت عندها مشاكل في المفاصل وجنجيفايتس، ومحتاجه سوبرفيشال سكيلينج، تمام. مش هنحتاج حاجة، مش هديها دوزة ليه مش هديها حاجه؟ عشان هي ريجولر اصلا، تاخد ريجولر ديلي دوز. طيب زائد حاجه كمان، احنا بنعمل لها حاجة بسيطة اصلا، اللي هي سكيلينج، مش تعملي لها، ماينر ما او بتعملهاش ميجر. سيرجري اصلا. ايوه مش بالظبط، ماينر او انت ما ميجر. بتعملهاش سيرجري. خلينا نشوف الصوره ديت اللي هي ايه، بيقول لك لو روتين دنتستري سواء في حاله البرايمري ادرينال سفشنسي او السكندري ادرينال سفشنسي، ما بتديلهمش اي حاجه، تمام. يعني سواء الغده اصلا مش موجوده او الغده موجوده ومش قادره تقوم بوظيفتها، في الديلي روتين اللي هي السكيلينج والكلام ده ما بتديلهمش حاجه. لكن في الماينور سيرجري بتبتدي بقى ايه، بتبتدي تعلي شويه. لو الجناند مش موجوده خالص يبقى انت بتدي لها 25 مللي جرام هيدروكورتيزون. الثانيه اللي هي السكندري اللي هي الست دي هتدي لها الديلي دوز. الثانيه اللي هي الست دي بتاخد ايه؟ بتاخد استرويد. هل هو قال لك في السؤال بتاع الست دي ان هي ما عندهاش الجلاند؟ هو قال لك هي بتاخد الاسترويد عشان هي عندها ارثرايتس، بس ما قالش هي بتاخد الاسترويد عشان هي عندها مشكله في الادرينال جلاند. يبقى المشكله مش في الادرينال جلاند، المشكله عندي في حاجه تانيه غير الادرينال جلاند بتاعتي. يبقى هي سكندري ادرينال سفشنسي. في اي حاله من الحالات تاخد الديلي دوز، ما عدا الروتين العادي ما بتاخدش اي حاجه. التانيين اللي هي البرايمري ادرينال سفشنسي، لو روتين دنتستري يبقى نون، مفيش حاجه، تمام. لو ماينور سيرجري الدوز اللي هي ال 25 اللي بياخدها العادي، تمام. المودريت دبل الدوز، طبعا الميجور تريبل الدوز اللي هي اربعه، تمام. طيب طبعا برضو الصوره مش واضحه، بس نقرا الكيس. واحد عنده 32 سنه تشتكي من ديسكالرد توث، روت كانال تريتمنت على السنه ديت كانت معموله من 6 سنين فاتوا، والتوث كانت محشيه بتمبراري فيلينج من ال6 سنين فاتوا دول، تمام. التوث دلوقتي تندر للبركشن، يبقى التوث دي كانت ايه، والدايجنوز بتاع التوث دي ايه؟ دلوقتي بقى اللي هو البي دي ال كمان بقى، يعني ايوه طب هو كمان يعني هي نكروتك وبي دي ال، ايوه هي مش نكروتك، هي هي محشية بريفيسلي. محشيه. ايوه previously treated with symptomatic apical periodontitis، تمام. ليه؟ لان هي تندر طالما للبركشن يعني طالما حاسس بالبرك يعني، او حاسس بالوجع مع البركاشن، ده خلاص يبقى بنسميها كده دي سيمتوماتيك. بيرودونتايتس. يعني ايوه هي طبعا. بتقول سيمتوماتيك ولا ايه سيمتوماتيك؟ ايه سيمتوماتيك؟ لو مش حاسس ببين، جيتي تخبطي ما فيش في، مش حاسس ببين، تمام، مش يعني هي حاسس كده ببين، يبقى الأول ديت ايه سيمتوماتيك. كانت اندو بس، بعد كده بس اندو بيري. اندو وطبعا عشان الحشو المؤقت ما قفلش الكورونا سيل او ما قفلش من فوق، فعمل ايه؟ بوظ نزل أصلا كل ال البكتيريا لتحت للايبيكال اريا، فعملت لك بوظ سيمتوماتيك الاندو ايبيكال بيريدونتايت. طيب لو قال لك مع السؤال ان هي كان عندها سويلينج، يبقى تشيلي سيمتوماتيك ايبيكال بيريدونتايتس وتحطي ايه؟ أكيوت اكيوت ايبيكال ابسس. كملي بيكتب. ام اكيوت ايبيكال ابسس. طب لو في ساينس فيستيولا يبقى كرونيك ايبيكال ابسس. يبقى كرونيك ايبيكال ابسس. طيب which of the following mis shapes، مين من الاشكال ديت بيحصل لو انت عملتي، او لو انت عملتي مشكله او انتهكتي الدينجر زون بتاعه اللور 6، تعملي ايه؟ قلناها قبل كده، دينجر زون اللي هي الديستال روت او الديستال اسبكت اوف الميزيال معلش روت لو بتاع في اللور 6. سويلنج واكتب اكيوت ايبيكال ابس، هي سيمتوماتيك ولا ايه سيمتوماتيك؟ الاكيوت سيمتوماتيك طبعا، سيمتوماتيك. سيمتوماتيك. طيب المس شيب اللي بيحصل لو انت انتهكتي الايه، الدينجرس زون، بيحصل ايه؟ هي الستريب بيرفوريشن. ايوه لو انت جيتي تدخلي كده يبقى انت كده عملتي ايه، عملتي ستريب بيرفوريشن. ليه؟ لانك ما عملتيش بري كيرف بالنسبة لل، ايوه في الميزيال اسبكت اوف الديستال روت بتاع عشان اللور هو 6 الفيشن بتاعته عالية. بالظبط. طيب which of the following is the classical picture of a minor gland surgery biopsy with sarcoidosis؟ السركيودوسيس ده عبارة عن مرض،
عبارة عن مرض بيجي بيحصل ايه، بيحصل فيه جرانيولوما او السيستم كله بتاع الجسم، هو مرض مناعي، السيستم كله بتاع الجسم بيتحول الى انفلاميشن، تمام، بيتحول الى احنا لسه انفلاميشن. واخدينه في ميديسن او حاجه، واخدين اخدنا حاجه اه كده. اخدنا زيه اخدنا اخدناه، زيه لا اخدناه مذكور في احدى ال، اخدنا زيه ايوه. بس الساركيودوزس ده بقى عبارة عن مرض بيتحول الجسم كله فيه لحاجات انفلاميشن. مين من الحاجات دي اللي بيدل ان هو فيه انفلاميشن؟ مين من دي الاجابات دي؟ إيه اللي هي جرانيولوماتس انفلاميشن؟ يعني ايه جرانيولوماتس انفلاميشن؟ جرانيولوما من الاخر، اللي هي المرحلة المتقدمة من الانفلاميشن، تمام؟ طيب which of the following is the maximum dose of الابنفرين اللي بتتاخد للكاردياك بيشنت؟ ياخد قد ايه؟ لا كاردياك بيشنت 4 من رقم ايه؟ 100، نعم؟ 4 من 100 و2 لا من ايه؟ 10 للسليم، و4 4 من من 100 100 وضعفه للايه؟ للسليم، اللي هو 2 من 10 للسليم. طيب تمام، طيب تمام، طيب خلينا نشوف السؤال ده. واحدة عندها 50 سنة جات لك العيادة بتشتكي من continuous burning feeling قرطج، بتشتكي من ان هي عندها هي اولا هي 50 سنة، تمام، بيرنينج فيلينج للطن كده، انا شخصت المرض اصلا من غير ما اقول اي حاجه. دي عندها ايه؟ حد فاكر؟ حد عارف؟ انا فاكره ان هو اول حاجه ايه بنعمل كان اكسفلييتيف اطلع. سيتولوجي، اول ما احس ايوه بيرنينج. هتعملي اكسفلييتيف سايتولوجي لان هي عدت فتره المينوبوز، فهي عندها مشاكل في احنا قلنا الهرمونات، اصلا هي اللي كمان عملت الحوار ده، بس كان حتى جايه في منال اصلا كده، ان حسيت ببيرنينج سنسيشن او اي بيرنينج حاجه تحطها، سنسيشن، خلاص ايوه بعمل بالظبط. سايت انت كده اصلا، انت كده حليتي السؤال اساسا، انت حليتي السؤال، اقري بقى السؤال زي ما انت عايزه، انت حليتي السؤال ولقيتي الاجابه اللي انت عايزاها، اقري بقى السؤال واكدي اجابتك، فهمتي؟ سؤال زي ده لو حد ما هوش عارف اصلا السؤال بيتكلم عن ايه هيقعد فيه 3 ساعات، دول 5 سطور، وعمر ما السؤال بيجي لك كده، السؤال بيجي كتير، يعني الكيس لو جابوا كيس فعلا الكيس بتيجي كبيره، مش صغيره، مش كام سطر، ده هنا مختصرينها، تمام؟ فانت عشان في بقى في عندك مين بوينتس او كي بوينتس، فعرفتي تجيبي الحل بسرعه. طيب مين البيست دايجنوستيك، عشان مين البيست دايجنوستيك اكس راي يعني علشان تلوكالايز الامباكتد كناين؟ مين اكتر حاجه بتبين لي الامباكشن؟ ومين. البانوراما ولا اللاتر سيفالومتريك ولا الكون بيم؟ طيب لو جاب لك سؤال وقال لك انا عايز احدد الجروس بتاع الشخص ده استخدم طب ليه انا بانوراما ما ولا قلتش بانوراما؟ فالو لا؟ البانوراما ما تحددليكيش الامباكتد مولر موجود فين، ما تحددوش هو موجود بكل ولا موجود بلاتال ولا ميزيال ولا ديستال، ده السي بي سي تي بتجيب لك هو موجود فين بالظبط في العظم، كم ملي بعيد عن السيرفس، كم ملي قريب من الكنال، كم ملي بعيد عن النزل، مش عارف ايه، الكون بيم بتحدد لك مكانه بالظبط. احنا الكون بيم بنستخدمها في البانوراما. الامبلانت، البانوراما ورقه، بانوراما عباره عن ورقه، لكن الكون بيم بتجيب لك 3 دي. احنا الامبلانت لما بنيجي نعمل امبلانت العيان بنقول له اعمل سي بي سي تي اللي هي الكون بيم، يعني اللي بيجيب لي مكان الخلع بتاع المولر، وهيطلع لما المولر ده يطلع هيتبقى كام ملي في السوكت، والكام ملي في السوكت دي هتاخد امبلانت قطره قد ايه وطوله قد ايه. انا ما بتعبش ان انا اقعد اشوف الامبلانت عايز قد ايه وطوله كام وقطره كام، هو السي بي سي تي بتقول لي كل حاجه، متخيله هي الديتيلز بتاعتها واصله لايه؟ تمام طيب دكتور، انا فاكره عامل ايه الكروس ده، اه هل بتاع ممكن الجروس، اه بتاع الجروس، لو قال لك واحد عنده 19 سنه وعايز يشوف الجروس بتاعه، انا 19 سنه ممكن ده عدى اصلا الجروس سبيرت، يبقى مش محتاج الهاند وريست اكس راي، عشان انا عندي هاند وريست اكس راي ايه، تمام، هاند وريست اكس راي دي وهو لسه صغير، لكن هو عنده 19 سنه يعني عدى الجروس سبيريت، يبقى اشوف ايه؟ اشوف اللاترال سيفالومتريك هي احسن حاجه في الجروس سبيريت، تمام. هاند ريست دي كانت مهمة على فكرة. الهاند وريست اكس راي مهمه لو الطفل صغير، لو الطفل لسه صغير، لو عنده مثلا 10 سنين 9 سنين، لكن 19 سنه ده طفل، مش طفل كبير، ده بقى شاب خلاص، تمام، فهو عدى الجروس سبيريت. طيب شوف السؤال اللي بعده. واحد عنده 70 سنه جالك عشان يعمل روت كانال تريتمنت للسنه اللور رايت 7، تمام، ابقون الاكزامينيشن لقى ان هي سنسيتيف للبركشن، حلو، وهو عنده بيس ميكر، هو بيس ميكر، الوركينج لينث ووز ان انكلوزيف، تمام، ما كانش واخد الكنال كلها، يبقى المفروض which ممنوع of the following which of the following cause difficulties in the working length determination؟
اللي هو ليه؟ الالكتريكال تيست الممنوع عشان البيس ميكر. ايوه، لان البيس ميكر كونترا انديكيتد ان انا استخدم معاه اصلا ايه، حاجه فيها الكتريك، يبقى الالكتريكال بلب تيست او الالكتريكال وركينج لينس دايمتر ما ينفعش ان انا استخدمه مع البيس ميكر عشان هو عنده ميديكال هيستوري. طيب which of the following instrument is best used to achieve straight line axis؟ مين الانسترومنت اللي قدامك ديت بتديني straight line axis؟ انا مش عارفه الاجابه. هل الكي فايل بتديني straight line axis؟ لا، الكي فايل مش مظبوطه ان هي تديني straight line axis. الجيتس جليدن الله اعلم. الانترو سبايرال بتديني بتاع ده؟ لا، الانترو سبايرال دي لا وظيفتها ان هي تدخل بس ستيم. السمنت السيمنت البارب بروتش وظيفتها ان هي تعمل بتطلع لي بيها ستريت بقى لاين البلب اكسس، بس. بتطلع البالب. هي جيت يبقى من غير سيجنيت حتى ما افهم، من غير حتى ما اكون عارفه السؤال، هي الجيت سيجنيت. عشان تمام، اصلا لو مش ستريت بتتكسر، يعني حاجة ايوه، كيرف. هي اقل حاجه فعلا فيهم قوه وبتتكسر بسهوله جدا. طيب which of the following is applicable in relation with the walking bleach technique؟ الوكينج بليتش تكنيك بتتعمل ازاي؟ حد فاكر؟ اللي هي بربرونيت. ده في صوديوم بربرونيت، هي ايوه، فعلا صوديوم بربريت، صح. بالظبط. والعيان بيقعد كام يوم عم يجي لي؟ لا الأيام دي الحاجات دي رايحة ثلاثة مني. تقريبا خمس ولا ايام ثلاثة خمسة؟ طيب رحنا فين؟ واحد عنده 47 سنه جالك العياده بيشتكي من بينلس سويلنج في رايت مانتل، when he has been growing that he has been growing radically. تمام، يعني البتاع ده بيزيد في مع الوقت. الراديوجراف شافت ان هو مالتي لوكولار راديو لوسنسي، عملت ريزوربشن في الاريا ديت. مالتي لوكولار راديو لوسنسي في اللور اريا بتاعت المانديبل تبقى ايه؟ او كيسي لا، يلا كان جينيتك لا، تويست ولا كان ايه؟ اوستيوبلاستوم. مارجنال ريسكشن عشان هي ريكارنسي. اوستيوبلاستوم، انا عايزه المرض، انا عايزه المرض. هي ايه؟ اوستيوبلاستوم. الاوستيوبلاستوما اللي بتيجي في المانديبول وعباره عن مالتي لوكولار هي ريديو هاني كامب لوسنس. الهاني كامب، ما هي هيها، هي المالتي، هي مالتيبل مالتيبول اللي هي الهاني كامب، هي ستوب بابل، هما الثلاثه نفس المسمى لحاجه واحده، للاميلوبلاستوما. علاج الاميلوبلاستوما ايه؟ ولا اي حاجه من الثلاثه غير المارجنال ريسكشن. تمام؟ طيب واحد عنده 40 سنة، اتقطع اللب، اتقطع اللب لما تتقطع بخيط كام لير؟ تيلي ثلاثة. تري. ثلاثة ثلاثة، صح. أيوة. الطنج هو اللي اتنين التنج اثنين لو اتنين، ولو ديب، لو ديب سوبرفيشال بس. أيوة لو ديب، لو سوبرفيشال بيتساب عادي. طيب which of the following cell give rise to multiple myeloma؟ المالتيبل مايلوما بتبقى اوريجين من مين؟ اوريجين من البلازما سيل، اوريجين من البلازما سيل. تمام، مالتيبل مايلوما اوريجين من البلازما سيل. طيب طيب واحد عنده 28 سنة complaining of persisting upper anterior area after completing the root canal treatment 2 months ago. يعني بيشتكي ان في مشاكل في الحتة ديت وهو عامل الروت كانال تريتمنت من شهرين فاتوا. التوس اللي هي 2 1 اللي هي الابر ليفت سنترال تندر تو البركشن والبالبيشن، وما فيش ساينس تراكت ولا سويلينج. تمام، واتش اوف ذا فولوينج الابريتشيت مانجمنت؟ هنعمل ايه؟ سيرجيكال كانال تريتمنت ليه؟ ريتريتمنت ولا ايه؟ ليه؟ هو فين هنا ال هي تندر تو البركشن والبالبيشن دي يعني ايه؟ في حاجة يعني البي بريزنتال دي ال نزل في البريو، مشكله في الابيكال اريا، مشكله في الابيكال اريا، وهيجيب لك الصوره ان الروت كانال تريتمنت زي الفل. تمام، يبقى انت المفروض تعالجي السنه دي منين؟ تعالجيها من الايبكس، يبقى تعملي ايه؟ تريفينيشن. تعملي التريفينيشن ده تريفينيشن. تريفينيشن ده ان التريفينيشن حضرتك هو ده زي الار سي تي برضو ولا ايه؟ لا، التريفينيشن ده زي الابيسكتومي كده، بتفتحي العظم. مش ده حاجة انا بحسبه بنفتح الابسس. لا لا لا، تفتحي العظم، تفتحي العظم من بره. تمام، حاجه زي الابيسكتوم. ماشي، طيب شوف السؤال اللي طب بعد. هو معلش، لازم يجيب لك صوره، يعني هو لازم يجيب لك صوره في الامتحان على فكره، مفيش سؤال طب هيجي هو لك كده مبهر. ايه الفرق بينه وبين السيرجيكال ريت كانال تريتمنت؟ معلش فكريني بالراحة. الروت كانال تريتمنت العادي اللي هو الروت كانال تريتمنت بتاعنا. تمام،
ماشي، عندك التريفينيشن اللي هو انا بفتح في العظم، تمام، والابيكال تريفينيشن. في حاجه عندي اسمها ابيكال تريفينيشن. ابيكال تريفينيشن دي لما السنه اصلا يبقى فيها ابسس فوق وانا لسه ما قفلتهاش، فبدخل فايل وبطلع الايه الابسس، بطلع الابسس منها ذات نفسها. عندي لفوق. تريفينيشن العادي اللي هو زي الابسيك، بفتح زي سيميليونر كده، اسمها ايه، سيميليونر فليب، وافتح اجيب الايبكس بس واجيبها من فوق واشوف حته الايبيكال اريا فيه ايه المشكله فيه، تمام. تمام. طيب يعني هو شبه الابيسكتومي بس بعمله من فوق، شبهه بالظبط، هو ده، هو من فوق من الايبكس اصلا. انما السيرجيكال روت كانال ده بنفتح فلاب كامل. تفتحي فلابه تخلي فيه اكسبوزد للبون واكسبوزد للروت وتشوفي كل حاجه، تمام. طيب واحد عنده 60 سنة، جالك العيادة عشان يعمل كومبريهنسيف دنتال تريتمنت، لقى السنة اللي هي رقم 4 7، اللور رايت 7، ايوه، هاز اوفر هانجنج ريستوريشن، اوفر هانجنج مارجن، تمام، وريسبوند نورمالي للبلبيشن والبركشن والبريدونتست البورسودونتست بليس بلين تو بليس نيو بي اي بي اف ام للسن دي. حضرتك بقى انت هتعمل ايه؟ ويتش اوف ذا فولوينج از ذا ريكومندد اندودونتك بلان فور ذا توث. دلوقتي في سنه قدامك عندها مشكله في الكراون بتاعها، ولما انت اتكلمت مع دكتور الكراون قال لك انا كده كده هعمل بي اف ام، بس السنه بتست نورمالي، نورمال خالص للبالبيشن والبركشن، يعني السنه ما فيهاش اي مشكله في الانو. انت ممكن تعمل ايه؟ كجي بي، انت كجي بي هتعمل ايه؟ هحوله. ولا هتعملي اي حاجه، مش هتعملي اي حاجه، لان انت وظيفتك ان انت اصلا تعالجي الاندو لو هو يعني بايظ، بس ما حولوش لاندو دو اندو. ناثينج، دو ناثينج اصلا، انت مش هتعملي اي حاجه. ليه؟ لان السنه بتريسبوند نورمالي للبالبيشن والبركشن، تمام، يعني هي طبيعيه ما فيهاش اي مشكله. مشكلتها كلها فين؟ في الكراون اللي فوقيها، تمام. والمشكله دي اتحلت من بتاع الفيكسد اصلا، تمام. يبقى انت هل انت اصلا هتعملي حاجه في السنه لا ولا اي حاجه؟ دو ناثينج، مش هتعملي اي حاجه، تمام. جيبي. انت كجي بي، ايوه بالظبط، شغل الجي بي ما فيش اي كلام، ما بيعملش اي حاجه. طيب واحده جايه تشتكي، واحده جايه تشتكي من بنفول الالسر على خدها اليمين، تمام، بينت ان الالسر ديت لونها ابيض او لونها وايت، تمام، وحواليها حته حمراء، تمام، والليجن كان 4 مللي، 4 مللي يعني نص سنتي تقريبا، تمام، صغير جدا، ماشي. ديت ايه؟ ديت انهي نوع من الالسر؟ هل دي مالجننت الالسر ولا ديت ايه بالظبط؟ دي اللي جايه من تشيك بايتنج ولا دي حاجه ثانيه؟ اه بالظبط، دي افسس الالسر عاديه جدا جدا جدا. بتدي لها ايه؟ بتدي لها بيسمسازون اه كورتيكوستيرون، كورتيزون. اه بس اللي هو بيسمسازون، اللي هي الاجابه عندنا الصح، الاجابه اللي هي بالازرق، ماشي. طيب مش الاسايكلوفير. طيب which of the following condition associated with hypercementosis and ankylosis of the teeth؟ مين الحاله اللي بيبقى فيها زياده في السمنتم واللامينا ديورا بتروح وبيبقى فيه انكيلوزس للتيس، يعني كل البون بيكبر في الجسم، والصوره جايبهولك اللي هو سبحان الله كده، يعني ايه، كوتون وول ابيرنس شبه القطن، فديت ايه؟ الباجتس، طالما قلنا بيكبر في الحجم ده باجتس. ايوه باجتس ديزيز، باجتس ديزيز. طب لو هو عايز الاجابه هايبر باراثايروديزم هيجيب لك الشكل عامل ازاي؟ جراوند جلاس غيره. الهايبر برا ثايروديزم كان ليها حاجه معينه، جنرالايزد لوس لللامينا ديورا، جنرالايزد. تلاقي السنان كانها عايمه في الايه، في البون، مفيش. طيب لو هو عايز يجيب لك المونوسيبتك فايبرس ديسبليجيا المونوستاتيك دي، هيجيب لك ايه؟ هيجيب لك اللي هو الجراوند جلاس ابييرنس، تمام، كان البون ده بقى حاجه مسطحه، ماشي. طيب الشربيزم، لو هو عايز يجيب لك الشربيزم، الشربيزم ده فاكرينه ولا ايه؟ انا عارفه ان هو تبع الكتب برضو، ولا لا لا لا، الشربيزم اللي ده كان تبع
كانت الدكتورة أمنية مصوراه، كانوا تبع غير الاكس راي، انا عايزه الكلينيكال بيكتشر. هيجيب لك في السؤال يقول لك الشخص ده المندبل بتاعه بيكبر باي لاترالي، سويلنج باي لاترالي، لدرجه ان هو بقى شكله بقى ما عاد وشه اتكلم من ساعتها شبه. واقول باي لاترال باي لاترال، وقعد اقول هم مش بيردوا انت عليا ليه، كنت على قافله طول المايك، انت قافله المايك. الشيربزن فعلا بيبقى المندبل بيكبر باي لاترالي، وبيبقى له مسمى الوش بتاعه، بيقول لك ان وشه شبه الملائكه، شبه الملائكه، انجل فيس، انجل فيس، انجلز، معلش ليه بص انجلز فيس. لفوق؟ الايه؟ عينيه بص لفوق. وعينيه باصه لفوق بالظبط، وشه شبه الملائكه. طيب واحده بريجننت، بريجننت وومن جايه لك في الاسبوع ال 32 عشان تعمل حاجه في اسنانها، which of the following sitting اللي هتعمل لها هايبوتنشن؟ مين القعده اللي هتعمل لها هايبوتنشن؟ الصبان هيخلي بطنها تطبق عليها تجيب اجلها. بالظبط، يبقى البريجننت وومن ما تقعدش سوباين خالص، لان السوباين هيعمل لها هايبوتنشن. البريجننت وومن تقعد يا اما سيمي سوباين يا اما ايه، نايمه. أبداً. تمام. طيب تقعد ابرايت بقى ما انت لو قعدتي ابرايت، ما هي لو قعدت ابرايت برضه ما هتضغط على ام الحجاب الحاجز، مش هينفع. يعني، تبقى سيمي تقعد ايه؟ سوباين تقعد يعني، سيمي سيمي، سوباين. تقعد سيمي سوباين او ريكلاين، ريكلاين اللي هي نايم، يا اما سيمي سوباين اللي هي كانها مقيله كده على على البتاع. تمام. لكن اللي مش، ما ينفعش خالص اصلا، مش حد عندنا بيقعد ابرايت غير هو بناخد، اسمه ايه، بناخد امبريشن. معلش، تمام. النورمال اصلا سيتنج العيان اللي بيجي يقعد عندي في العياده، على حسب انت هتشتغلي له ايه، وعلى حسب انت هتعملي له ايه، متخصص. انت هتعملي له كان خناقيح جه سؤال، لعينه. جه انت سؤال كده اللي بتقول هو له عيان اللي هو عنده سي او بي دي، اللي هو عنده مشكله في الرئتين، فاحنا مش هنقعده. لا مش هتقعديه سوباين برضه، نفس عيان الرئه، هو زي البريجننت تمام، وومن. هقعده سيمي سوباين. ايوه، تقعديه سيمي سوباين، تقعديه سيمي سوباين. خلي بالك لا، السؤال كان هنا بيقول لك، السؤال هنا في عندنا دلوقتي بيقول لك ايه، بيقول لك ايه البوزيشن اللي هيعمل لها هايبوتنشن، مش ايه البوزيشن الحلو، ايه البوزيشن اللي هيخليها تحصل لها هايبوتنشن. تمام. لو صباح اللي هو السوباين، تقعد سيمي سوباين يا تقعد ريكلاين، يا تقعد ريكلاين زيها زي مريض الكوبت ديزيز اللي هو بتاع الرئة او مشاكل الازمه والكلام ده كله. تمام. مش هو ده اللي بيقول لك ان هو معناها ايه البوزيشن اللي هيخليها تتعب؟ مش ايوه هيبوتنشن ده هو هيخليها ده. تتعب؟ ايوه ايوه بالظبط، هي اختار اللي هنا هيخليها سوباين بقى، تختاري سوباين، لكن ايه البوزيشن الحلو؟ سيمي سوباين ايوه بالظبط، او سيمي تقولي ريكلاين. سوباين وفي يبقى هنا الريكلاين. لو سوباين. في ايوه هنا السوباين، لان هو عايز السؤال اللي بيقول لك مين البوزيشن اللي هيعمل لها هايبوتنشن، او مين البوزيشن الوحش. اوكي. طيب نشوف ايه السؤال ده. واحد عنده 34 سنه جالك العياده وانت بتاخدي له راديوجراف، لقيتي ان في ليجن تحت في الليفت مندبول، وشفت الصوره دي طلعت ايه؟ ده ستيفاني ده بقى، فين ستيفن؟ ستيفن بونز ديفكت. هل هي سيست ولا لا؟ ايه سيست ولا لا؟ تعتبر من السيستات ولا ما تعتبرش من السيست؟ سيست؟ طيب ما بيعملش حاجة. نوت ترو سيست اصلا، نوت ترو سيست، طيب اتس بتاع نوت اللي هو ترو سيست، التروماتيك سيست ده، زي التروماتيك بونز، اتس نوت ترو سيست. ده عباره عن تجمع من الماينور سليفري جلاند، اتجمعت تحت الانفيريور الفلور نيرف وملهاش اي تريتمنت. تمام. اوكي. تمام. طيب which of the following is a sign or symptoms للconcussion luxation؟ الconcussion السيمتومز بتاعها قلنا بيت ايه؟ بي يعني فيها، كونكشن يعني السنه ما فيهاش، تردد، انا السنه عارفه، بس ما تردد بس. فيهاش موفمنت وما فيهاش ايوه، ديسبليسمنت. ما فيهاش موبيليتي ولا فيها موفمنت ولا فيها ديسبليسمنت، فيها بين بس، فيها بين او بوزيتيف للبركشن بس. تمام. بين وبوزيتيف للبركشن، وده اقل حاجه بيحصل معاها ايه، بيحصل معاها اندو. لكن اكتر حاجه بيحصل معاها اندو هي مين؟ هي الانتروجن، الانتروجن النكروز، الانتروجن. ايوه الانتروجن. طيب
which of the following is the most diagnostically helpful helpful dental erosion location in patient with البوليميا. يعني الناس اللي عندهم البوليميا نيرفوزا او البوليميا اللي هي اللي بيرجعوا بعد الاكل دول، بلاقي ايوه البلد الاسبكت بتاعت اوف ايه ابر ابر تيث تيس. ابر مجد. ايوه تمام تمام نايس جدا. which of the following cancers is the human papilloma virus associated with؟ الهيومن بابيلوما فيروس بيجي مع مين؟ مع مين الهيومن بابلوما ولا ايه؟ مش فاهمه. بيجي مع الحشرات يعني اوروفارينج اللومة ولا كان في حاجة اسمها؟ بيجي مع البابلوما، ويجي في انهي حته في الهيد والنك بتاعتنا، يجي اكتر حاجه في الماوس وثروت، تمام، في الماوس والزور في الحلق وفي البق، فيعمل لي ايه؟ يعمل لي مشكله ايه؟ يروح عند الاوروفارينكس او الاوروفارينجيال اريا، تمام؟ اوكي طيب بقى في منطقة اللي هي الأوروفارينكس ورا أوروفارينجل. الاوروفارين هي نفس الاريا، تمام؟ طيب which of the following is the most proteolytic endodontic irrigation solution؟ مين الحاجات اللي بتموت البروتيوليتيك، يعني الحاجات اللي بتموت البروتينات؟ مين ده؟ الايديتا ولا السلاين ولا الكلوروفوكسيدين؟ مين البروتينات السؤال ده معلش؟ مين الفيكس الحاجة اللي بتموت البروتيوليتيك؟ الصوديوم. ايوه الصوديوم صح. ليه؟ يعني ايه بروتيوليتيك؟ يعني حاجة بتموت البروتينات او حاجه بتموت الحاجات العضويه. مين في دول اللي بيموت اورجانيك الحاجات العضويه؟ الايديتا اصلا اتس نوت ان ايريجنت اساسا. انت اصلا لو جيتي تشوفي الايريجيشن، لو انت يعني مش عارفه السؤال او محتاره في السؤال، فين الايريجيشن اللي عندنا هنا؟ وصلاين ايريجيشن؟ لا. الايديتا ايريجيشن؟ لا. الكلوروفوكسيدين ايريجيشن ده ما وصوش، تمام. يبقى مين اصلا الايريجيشن؟ هو ال ان او سي ال. هيجي واحد بقى فزلوكه، هو عارف بقى ان الايديتا بتتعمل مش عارفه معاها ايه وايه وايه، يقول لك لا ما هي الايديتا، لا الايديتا بتشيل الان اورجانيك، لكن ال ان او سي ال يشيل الاورجانيك، حلو، او البروتيوليتيك يعني. اوكي ماشي. which of the following temperature بتاع الاندو ايس، قلتها لكم قبل كده، الاندو ايس كان ايوه سالب 26، سالب 26. طيب بتاع كبيرة عريضة بيقول لك ايه؟ واحدة جاية لك عندها سيفير بين وسويلنج في اللور ليفت سايد، تمام، اوف الماوس ذات ووز رابيد اونست، يعني البين ده كان رابيد اونست، تمام، ومنع ان هي تنام لمدة ليلتين. حلو، يبقى ده انهي بين؟ ده بين اكيوت ولا كرونيك؟ لا أكيد. ده اكيوت. ابون الاكزامينيشن بقى جيت اشوف السنه، لقيت السنه دي فيها ديب كلاس 1 كومبوز، حلو، ديب كلاس 1 كومبوز ماشي، والريستوريشن ما بتستجبش لا للكولد ولا لاي حاجه تانية، يبقى السنه دي عصل فيها ايه؟ نكروتك ماتت، برضه. ماتت تمام، وتندر للبايتنج، وتندر للبايتنج، يعني في ايه؟ مشكله فين؟ للبي دي ال، وطلع لك كمان سويلنج، يبقى انا كده عملت ايه؟ acute ابيكال ابسس، acute كيوت epical abs. ابسس. يبقى وات از ذا مانجمنت بتاعك ان انت ار سي تعملي تي. ايه؟ ار سي انسيجن تي ودرينج وار سي تي. لا الاول عشان في ايوه abscess عمل incision. افتحي وافتحي انسيجن ودرينج طب انيشيت ار سي تي ولا ديلي الار سي تي؟ يعني تفتحي وتستني لا ولا تفتحي لا على طول على طول؟ يبقى انسيجن نسيت. ودرينج وانيشيت الار سي تي على طول. طيب انا كنت امتى احب تديها اقول حاجه بقى. انتيبيوتيك؟ قولي. طيب احنا كنا بنقول دايما لازم في اي بتاع نعمل الار سي تي وبعدين نبقى نصلح البرودونتايتس صح؟ هو يعني اصلا لما بنقول هيتصلح نعمل لوحده الاندو الاول بالظبط والباقي هيتصلح وراه فل بالظبط، هو هيتصلح لوحده اساسا. هنا الانسيجن والدرينج بيحصل الار من سي تي. خلال ايه؟ بيحصل من الار سي خلال تي اصلا بتاع الار الار سي سي تي، ما كنت تمام لسه هقول. ايوه بالظبط كده. طيب امتى اختار الاجابه رقم دي؟ امتى اختار الاجابه رقم دي؟ لما يكون بيريو بس ولا يكون في مثلا كورونا اقروا كارديك حاجة الاجابه رقم دي، اقروا الاجابه رقم دي، مكتوب ايه؟ لما عشان الانتيبيوتيك ايوه ادي الانتي بايوتيك امتى؟ بديه في انهي حاله؟ الكاردياك مثلا لا اللي هو ديفيوز عمل ايوه ديفيوز ديفيوز سويلينج والسيليولايتس والفيفر، اعراض البكتيريميا، اعراض البكتيريميا، تمام. طيب
طيب which of the following splinting time في السبلكسيشن؟ السبلكسيشن بيقعد قد ايه؟ 2 ويكس ولا 4 ويكس؟ 2 2 ويكس. لانهم 2 ويكس بيقروا من كلمة سيك. ايوه. اظن الجدول ده جاي لامم وشامل يعني. على ايه الجدول ده؟ الحلو ده ولا ايه؟ لا مش حلو خالص. ليه؟ اللي انا كنت قايله لكم بتاع اللي هي التجميع الحروف دي اسهل 100 اسهل مره. اسهل اسهل كتير، بس في اوعي زيادة عليها في اسراء، في زيادة عليها في اسراء، اللي هو ماشي الميدل مفيش فراكشر مشكله، بس والالفلر فراكشر، بالظبط بس اصل انت الفيولار فراكشر قد ايه يعني؟ 4 اسابيع. حلو انا مش فاكرة تمام. تجمعات حروف مش سيكا فاكره ايه. للاسبوعين، اللي هو ماشي. السبلاكسيشن والكونكشن والافالجن اللي اقل من ساعة، والانتروجن. لا حلو. الانتروجن ولا لا مش انتروجن، فيها ايه الاي دي كانت عن ايه؟ اكستروجين. اكستروجن، اكستروجن انتروجن 4 اسابيع، اللي هي الدايل قلنا، اللي هي دنتو الفيلر. دنتو الفلر فراكشر، واللي هي اللي هي الالفلر، وقلنا اللي هي انتروجن اكتر، اسمه انتروجين صح؟ افالج انتروجن وافالجن اكتر من ساعة، ولاترال ولاترال سيشن. لاكسيشن. بالظبط. انت تحفظي دولت تمام ال4 اسابيع تمام والاسبوعين خلاص خلص. هتزودي عليهم الماكزيلاري توبيروستي بتقعد قد ايه؟ كسر الماكزيلا توبيروستي بتقعد قد ايه؟ اسبوعين باين ولا كده؟ 6 اسابيع. 6 اسابيع. 6 اسابيع ملهاش هي علاقة مزوده، بالاسبوع. برضه في المناقي في اسراء الميد روت فراكشر الميد روت فراكشر قالت لي بيقعد قد ايه؟ 4. 4 اسابيع. على حسب، على فكره كسر الروت كمان مش على حسب ال4 اسابيع ولا كده، لان احيانا بيبقى في ميد روت فراكشر معاه كسر بون وبيقعد 6 اسابيع. يبقى دايت دي تمام. اللي هي 4 weeks، والكلمه الثانيه 4 ايه؟ سيكا. سيكا بالسي، فيها سي يعني سيكا، اس اي سي اي. اوكي طيب ديت السؤال ده سؤال اللي هي سيمتوماتيك ولا ايه سيمتوماتيك والكلام ده. واحد جاي بيشتكي من سيفير سنسيتيفيتي للكولد درينك. حلو. يبقى ديت ايه؟ كولد كده درينك. كده اسمه ايه؟ irreversible. ماشي تمام. irreversible. ام زود لك بقى الدنيا دلوقتي. قال لك ايه؟ ان انا لما جيت احط اندو ايس حس بسترونج بين لمده 45 ثانيه. يبقى ده ايه؟ برضو irreversible bulbitis. طيب ولما انا جيت عملت بركشن على السنه حسيت بسنسيتيف ريسبونس او هو حس بوجع، يبقى الدايجنوزس بتاعت ADL قصدي ايه؟ irreversible الدايجنوزس ايه؟ bulbitis مع 4. symptomatic، مع symptomatic ايوه irreversible symptomatic bulbitis. apical periodontitis. نايس. اوكي. طيب نشوف السؤال ده. واحد عنده 63 سنة جات لك العيادة complaining of sudden intraoral discomfort، حست مرة واحدة كده discomfort. ال patient has diabetes و osteoporosis. manage احنا by قلنا البالب بول كنا بنعتبرها اسيمتوماتيك ريفرسبل، asymptomatic. اسيمتوماتيك asymptomatic ريفرسبل بالبايتس. irreversible bulbitis. تمام. طيب البيشنت اللي عندها الدايبيتس دي وعندها اوستيوبروسس وهشاشه في العضل بتاخد الزولدرينيد. ده الزولدرينيد ده نوع من انواع البايفوسفانيد. تمام. البايفوسفانيد بيعمل ايه في العضل؟ نكروز بون نكروز. تمام. طيب واحد عنده 52 سنه بيشتكي من بين في الابر رايت اريا. حلو. السنه رقم 7 اللي هي في الابر رايت اريا ديت ما مش بتستجيب للكولد خالص. يبقى ديت ايه ريفرس. يا شيخة؟ ما بتستجبش للكولد. ريفرسبل. ما بتستجبش للكولد. سوري. تبقى ريفرسبل. ما بتستجبش للكولد. ما فيش ميكروتك إحساس. ميكروتك ما فيش إحساس. ماتت مرتين، ماتت مرتين، خلاص ماتت. ماتت وتندر للبركشن وما فيش أي ساينس تراكت ولا سويلنج. تبقى إيه؟ يبقى نكروتك بالب مع ايه سيمتوماتيك ولا ايه؟ بارتندر. لا لا هي تندر كده تندر سيمتوماتيك ايفيد. للبركشن يبقى سيمبتوماتيك. يعني انا سيمتوماتيك ايفيد البرنامج. اقول لكم السؤال ثلاث، ما بتحسش بالكولد، ما بتحسش بالكولد. لا اصل ريفيرسبل تعرفي شويه ان ايه. احنا، بصي الواحد لما بيشوف الاسئله بصي بينسى لا كل لا المعلومات اللي عنده. لا لا، انا كلمه كولد دايما ده على الاسف، كلمه كولد دايما ما انا بتقرش اللي ربطتها قبلها. لا ده ربطتها بالهايبريميا، يعني الهايبريميا زمان فاكره في الكليه ايوه ربطتها بيها. لا هي بيقول لك ان هي الكلمه اللي قبلها دونت ريسبوند تو الكولد، ما بتستجبش، ما فيش احساس خالص، يعني ماتت كروز. يا جماعة، ماتت دفنت. طيب نشوف السؤال ده.
which of the following superior alveolar nerve بيسبلاي الميزيو بكر روت بتاع المجزيلري سكند مولر؟ في بتخدعني بتخدعني، بيحاول يخدعني. ايوه بيس ايه؟ بيخدع بيس ايه؟ ايوه البوستيريور سوبيريور الفولار نيرف. جاب لك الميزيو بكر روت، دكتوره هي بعت لك الميزيو بكر روت بتاع الابر 7 مش بتاع الابر 6. تمام 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 معاك واضحة. لا ايوه تمام. البوستيريور سوبيريور الفولار نيرف. طيب تمام، which of the following، عشان برضو نعيد برضو النيرفات، الانتيريور سوبيريور الفولار نيرف بيسبلاي كل الانتيريور، احنا بنتكلم على البكه الاسبكت. تمام، الانتيريور سوبيريور الفولار نيرف بيسبلاي كل الانتيريور اللي هو غاد الكناين، اصل ساعات بيحسبوا ايوه الكناين مره مع البريمولر مره. بالظبط، بس عمرهم ما هيجيبوها لك، دايما هيجيب لك العطله في حته البوستيريور والميدل سوبيريور. زي السؤال ده، تمام. الميدل سوبيريور بيسبلاي الباقي، والميزيو بكر روت بتاع الابر 6 البوستيريور بيسبلاي الباقي كله. تمام، البلاتال اسبكت، النيزو بالاتاين نيرف بيسبلاي البلاتال اسبكت بتاع كل الانتيريور تيس، الجريتر بلاتاين بيسبلاي من البريمولر الكناين هو اللي فيه هنا بقى للبوستيريور. الاثنين. القناين دايما انستوموزس في الاثنين، قناين دايما، لان هو اريا متشابكه من ايه، من كل يعني لما ال نقول جريتر بلاتاين ده نيرف بلوك من الفور لغاية ال من الفور بوستيريور اريا من ورا المجزيلاري توبيروستي، عشان انت برضو لما تيجي تعملي عمليه جراحيه في المجزيلاري توبيروستي بتخدري الجريتر بلاتاين نيرف. تمام اوكي. طيب which of the following treatment option is considered most favorable for the minimally intruded luxation injury for التوس 11 و12 11 ل 12 years old patient؟ يعني واحد طفل عنده 12 سنة، طفل عنده 12 سنة تمام، عشان وحصلت اعمل له له حاجه. لوكسيشن انجري، ايوه لوكسيشن انجري للسنة اللي هي رقم 11 اللي هي الابر سنترال، حلو، ومينيمالي انترودد، يعني هنستنى نشوف هتطلع ولا لا لوحدها. بالظبط هتستني 4 اسابيع. تمام، يعني تستني 4 اسابيع وبعدين تشوفي التريتمنت بعد كده. تمام مش ده كان الانتروجن اللي هم الصغيرين للبرايمري اللي ايوه، ما هو مفولو؟ لسه، ايوه هو لسه صغير، هو لسه كده صغير. تمام، السنه لسه، هي لسه يعني السنه خلاص اكتملت. تمام، لان هي سنترال هي خلاص اكتملت، بس هو لسه صغير، البون بتاعه لسه بيتكون واسنانه لسه بتتكون، فانت تستني وبعدين ايه تطلعي بقية اسنان، لانك انت لو دخلت جراحي ممكن الكناين يبقى فيه مشكله، اللاترال يبقى هي لسه فيها مشكله، انت ما انتش شايفه الكيس كلها. تمام تمام. اوكي، which molar does the parotid gland open opposite to؟ البروتيد جلاند أوبر سيفن بتفتح على بار الابر 7، الدكت بتاعتها اسمها ايه؟ ستنسون الستنسونز دكت، والنوع السلايفا بتاعتها سيريوس مش لا فيزيكس. مائي مائية ولا كده؟ ايوه لا مائيه، مائيه صح، عشان كده ما بيتكونش عليها الجير، الجير بيتكون اكتر عند اللور انتيريور اريا. طيب which of the following the most widely used surgical procedure، اكتر بروسيدور بتستخدم للتريتمنت with the patient with mandibular deficiency، يعني الراجل عنده المندبل راجع لورا عايز اطلعه لقدام، استخدم انهي عمليه؟ لا بصوا هقول لك بالظبط ايوه ايوه اللي هو بيطلع بس بيطلع ويدخل هو البسه. ايوه البايلاترال ساجيتال سبليت اوستيوتومي. انا جاب تمام بالي ما اعرفش ليه القرص دلوقتي، فكنت هقول لك اللي هو زي التشين كاب والحاجات دي. لا هو قال لك عمليه جراحيه، قال لك في السؤال سيرجيكال بروسيدر، خلي بالك ها، لو قال لك اورثودونتيك بروسيدر خلاص انا ما عنديش مشكله، شوفي بقى انت ساعتها الحاله دي ماكسيلري ديفيشنسي ولا مانديبولار ديفيشنسي ولا ايه، لكن هو قال لك سيرجيكال بروسيدر. طيب السي دي 4 لما امتى اقول ان الشخص ده عنده ايدز؟ لما تبقى السي دي 4 اقل من كام؟ اللي من 200 اقل من 200. تمام، اتش اي في اقل من 500، 100 لما واكثر يبقى من 350. ايوه اقل من 350 يبقى هو متعرض للاوبورتيونستيك انفكشن، اقل من 200 يبقى هو دخل خلاص في الايدز الاميونو اكوايرد ديفيشنسي. طيب 49 سنه جايه لك بسيفير بين بيعطل حياتها اليوميه، ابون اكزامينيشن الابر ليفت 5 عنده نيجاتيف ريسبونس للكولد والاي بي تي وتندر للبركشن والبالبيشن، يبقى السنه ايه؟ برضو هنقولها ان هي هنا نكروتك.
حلو مع سيمتوماتيك ابيكال برونكايتس. نايس. طيب which of the following is the main use of الجيتس جليدن؟ الجيتس جليدن دي بتعمل ايه؟ فليرنج الكورونال سيرج، تعمل فليرنج بس، اوعي تدخليها في حته كيرف. الجليتس جليدن رفيعه جدا واللي هي ايه بتتقمص بسرعه. تمام اوكي. طيب السؤال ده، السؤال ده برضو مش معروف له اجابه خالص. تمام بس خلينا نعرف فاكرين الليدج والبرفوريشن والزيبنج والكلام ده. الليدج ان انت عملتي زي ايه، زي استباية كده في الكنال. تمام البرفوريشن ان حضرتك عملتي كنال تانية غير الكنال الأصلية. الزيبنج ان انت وسعتي الكنال عن الايه، عن الفتحة الأساسية بتاعتها. تمام فانت لازم تكوني عارفة كل واحد. احنا قلنا الكلام ده في الاندو كتير بس لازم برضو تكوني عارفة كل واحد. طيب الليدج لما يقول لك الليدج علاجه ايه، الليدج علاجه ان انا اعمل بري كيرف للايه، ايوه للكنال. طيب واحد عنده 32 سنه بريزنت تو دنتال كلينك بيشتكي من كولد سنسيتيفيتي للاسنان. كولد سنسيتيفيتي which is the following diagnostic test to start with، بيشتكي من حساسيه للكولد، يبقى انت هتبتدي معاه من انهي تيست؟ كولد تيست. الكولد تيست. طيب which of the following is associated with the isolated vertical bone loss affecting one root of heavily restored root canal treated teeth، سنه نحشيه حشوه اعصاب وفي vertical isolated bone loss. vertical isolated bone loss يبقى ديت ايه؟ دي ار اف. ايوه vertical root fracture. كان جاي سؤال في الاسبوع انا بعته لك برضو، مكتوب في الاكس راي عندي lateral تير شيب، ماشي كان مجاوبينها يعني انتوا عاملينها معامله ان هي كانها في ار اف هعمل اكستراكشن. هو مش lateral وتير شيب دي اللي هي lateral periodontal cyst. مش احنا قلنا ان هي بتبقى شكلها هالو شيب او تير شيب، شكلها بيبقى الجي شيب او شبه القطره او الاوفال. تمام احنا قلنا بيبقى شكلها شكلين. تمام وهتلاقي بقيه السؤال بيقول لك ان هي معمول لها اندو، كان معمول لها مش عارف ايه، والعيان بيشتكي من كذا وكذا. السؤال مش هيجي سواء استراء سواء الذهبي، تجميعات ناس، اكيد ناس غلطت وهي بتقول السؤال، اكيد ناس نسيت تقول لك الكيس كامله. احنا بنكمل الكيس مش اكتر، لكن السؤال في الامتحان هيجي لك دايركت. تمام مهما كان طويل وكبير بس هيجي لك دايركت. طيب هي فيها برضو فيها شكل اللي هي تير شيب او ال ايوه هي فيها التير شيب او الجي شيب او الهالو شيب، شكل الهالو او شكل الجي او شكل التير شيب. اوكي نشوف السؤال ده. واحد عنده 45 سنه بيشتكي بين سيفير بين تو كولد درينك. تمام عند السنه بتاعت اللور سيف. حلو الكلام. الكولد تيست خلى فيه برولونجد بين وفي بيركشن وبالبيشن كانوا نورمال. تمام يبقى ديت الحاله ايه؟ البي دي ال تمام ماشي. مشكلة فين؟ ريفرسبل بالبايتس يعني هعمل ريفرسبل بالبايتس. طب بقى ال العلاج اللي هنا هتعملي له ايه؟ بالبيكتومي؟ لا هتعملي له، بصي الاجابه بتاعت البالبيكتومي لو انت اخترتي بالبيكتومي كملي اجابه البالبيكتومي. هل هو قال لك في السؤال انا فتحت سنه وعملت فليرنج اب، عملت يعني مش العيان مشي من عندي وهو عنده سويلنج؟ ما قالكيش. يبقى انا ماليش ان انا احط كالسيوم هيدروكسيد كانترا كانال ميديكيشن. كالسيوم هيدروكسيد يتحط في حالات الفليرنج فقط. يبقى هنا اجابه البلبكتومي غير صحيحه. هنا تعملي ايه؟ تعملي بلبوتومي، تشيلي جزء من البلب تشامبر وتريفير تو اندودونتي، تدي العيان ارابيف بس البيشنت واديه عشان الاكس كافيتي كده بس واقوم احاول بس تريليف البين مش اكتر، تريليف البين وتروحي. ملهاش علاقه. لا على فكره انت كجي بي تفتحي اكسس لكن ما تكمليش،
تمام، تفتحي اكسس لكن بريليفر. ما تكمليش بس بالظبط. وكحاله من حالات الامرجنسي كمان، يعني لو جاب لك في السؤال وقال لك مثلا ايه، انت كنت مروحه وعيان جالك بامرجنسي نفس الكيس كده، عيان جالك بنفس البيل، دي حاله امرجنسي، دي حاله طوارئ، ما تروحيش، ما ينفعش تروحي في الوقت ده، انت لازم تفتحي على الاقل بلبطومي وتدي له مسكنات لحد ما يروح تاني يوم للدكتور. تمام. طيب، واحد جالك العياده بيشتكي من صدن شارب بين في معلش هحط له كالسيوم هيدروكسيد امتى؟ حالات الفليرنج اب. عارفه حالات الفليرنج اب دي اللي هي امتى؟ الورمة يعني؟ الحاله اللي يمشي من عندك سليم ويروح البيت يجي لك تاني زياره وشه وارم، ده كده اه حصل ايه؟ كده انت دخلتي فايل في الابيكال اريا، فنزلتي بكتيريا جوه الابيكال اريا، فعملتي فليرنج اب، هيجتي الكنان، فلازم تحطي انترا كانال ميديكيشن، ما تكمليش الاندو غير وانت حاطه انترا كانال ميديكيشن اللي هو اس كالسيوم هيدروكسايد. تمام. اوكي. البيشنت بريزنتد وذ سادن شارب بين في حته الفارنكس وعند البيز بتاع التونج تريجرد باي سويلنج، دي الكي بتاع ترايجيمينال نيرف. لا تريجيمينال. لا اه ترايجيمينال دي كانت في الخد باين ايوه. اللي مع اه دي مع البلع. الثانيه كانت ايه؟ جلوستو فارينجيال الغرفة نيورولجي. ليه؟ لان كده حصل لها تريجرنج بوينت بايه؟ بالسوالوينج. تمام. ايوه ده رقم التاسع. تسعة. ايوه. اوكي. طيب مين اللي بيبين ان العيان ده عنده اتش اي في او ايدز او الكلام ده كله؟ نسبه ايه؟ نسبه السي دي 4 ولا السي دي 8 CD4 ولا CD4 السي دي CD4 4؟ تمام. طيب كلينيكال اكزامينيشن بينت ان العيان ده اتش اي في بوزيتيف وعنده ريسيما نفس الشكل اللي على الصوره اليمين دي، لاينر ريسيما. تمام. طيب سكيلينج وبروفلكسس ويز اورال هايجين انستراكشن ويز كومبليكيتد تو فولو اب الابوينتمنت وكليري موفد الكلال بات الجنجيفال ديدنت امبروف. دلوقتي بيقول لك انت عملت سكيلينج ورود بليننج للعيان اللي عنده اصلا اتش اي في واللينير اريسيما، واللينير اريسيما دي ما راحتش حتى بعد ما انت عملتي سكيلينج ورود بليننج. المفروض ان ايه الابروتشيت مانجمنت بتاعك؟ انت تدي له ايه؟ عيان الاتش اي في بتدي له ايه؟ تديله انتي فانجل ولا كان انتي ايوه فانجل؟ تدي له انتي فانجل، لان الحاله دي حصلت بسبب الانتي فانجل. مين الانتي فانجل اللي عندك؟ الفلوكونازول. لو جاب لك مثلا النيستاسين او الامفيترين، دولت كلهم مضادات فطريات. اوكي. طيب واحد عنده 40 سنه جالك بسويلنج في الابر رايت جو، ابون اكزامينيشن شاف ان الابر 6 عنده نيجاتيف ريسبونس للكولد، يبقى ديت السن ايه؟ ميت. تمام. ميتة نيكروتيك، اقسم بالله نيكروتيك، نيجاتيف ريسبونس للكل. طيب تندر للبركشن والبالبيشن، يبقى ديت ايه؟ بي تي ال يعني وصلت البي تي ال اللي هو ابيكال بريدونتايتس. ايوه ايبيكال بيرودونتايز، بيان نيكروتيك تيس ويز ايبيكال بيرودونتايز. كده انت شخصتي ايه السن. هو بقى مش طالب الكلام ده كله، قال لك انا لقيت بالب ستون. تمام. اعمل ايه بقى بالبالب ستون؟ اشيلها ازاي؟ بشيل البالب ستون بالالتراسونيك تيب. بالالتراسونيك تيب. تمام. التيب اللي انا بعمل بيها الكيلنج والروت بلاننج هي اللي بشيل بيها الايه اسمها ايه البتاعات دي الستون. which of the following medication basically الدب اللي بعمل بيها ايه؟ السكيلنج والروت بلاننج. اه تمام. بتعمل اهتزازات كده في السنه فتشيل الايه الستون دي. which of the following medication can be safely prescribed in الازمه patient. الازمه patient ادي له ايه؟ أسيتو بينامس. اسيتو مينافين the safest بين كيلر او السيفست بتاع اللي هو مهدي للانفلاميشن جيسك يعني أنا جيسك. انالجيسك. ايوه هي دي. اوكي. طيب واحد عنده 33 سنه جالك العياده سيكينج فور بيرمننت ريستوريشن، عايز بيرمننت ريستوريشن للور 7 اون اكزامينيشن. ال 7 ده اصلا اللي هو عايز يتحط عليه بيرمننت ريستوريشن كان عليه فيلير، كان عليه ديفكتيف تمبرري ريستوريشن، يعني كان عليه تمبرري والتمبرري ده كان بايظ. تمام. بليز بعد يعني حطيت التمبرري ده بعد ما عملت اندودونتيك من 4 سنين فاتوا. تمام. من 4 سنين فاتوا
بالظبط. نكمل الكيس، التوس بترسبوند نورمالي للبركشن والبلبشن، السنه ما فيهاش اي حاجه، والبريدونتال بروبنج طبيعي جدا واحد لاثنين. واتش اوف ذا فولوينج هي عملت الاندودونتك تريتمنت، ايه اللي عمل المشكله في الفيلير ده؟ الكورونا ليكج. الكورونال ليكج، لان لازم التمبرري يقعد فتره قليله، على الاقل على الاقل او ماكسيمم قصدي شهرين، ماكسيمم شهرين، ماشي. اي من شهرين لثلاث شهور صح. طيب واحد عنده 70 سنه، جات لك العياده بد ان ريفير ان ريزولفد سيمتومز افتر انيشيشن لروت كانال تريتمنت، السنه رقم 16 لاست مانث، تمام. وعندها بيريدونتايتس، بس يعني كان المفروض في صوره بس ما فيش صوره يعني. واتش اوف ذا فولوينج، ايه الكوز اللي عامل لك السيمتومز ده؟ يعني انت عملت او في حد عمل عمل روت كانال تريتمنت في ابر 6، ولسه الابر 6 ده وجعها لحد دلوقتي. قلنا ان اكتر فيلير بيجي في ميزو الابر كمان، 6 ميزو بسبب كمان ايه؟ ايوه ام بي انهي 2، كانال؟ ام بي 2 الام بي 2. طيب تمام، المفروض هنا في سؤال برضو راح فين؟ ايوه، واتش اوف ذا فولوينج البوزيتيف اورجانيزم للسيفلس، السيفلس مين اللي بيعمله؟ بكتيريا اسمها ايه؟ كنا خدناها. ايوه ترابينوما باليديا، ترابينوما ده انا فاكره كان فيها باليديا، بلديم دي، بس ايوه فعلا الترابينوما باليديا، تمام. يجيب لك الصوره ويقول لك الصوره دي الاسنان دي اسنان اسمها ايه؟ صوره الاسنان هوتشون دي، هوتشون باين ولا اسمها هوتشنز انسايزرز، ايوه. هوتشنز انسايزرز. طب صورة المولر دي اسمها ايه؟ لا مش عارفه. ضرس البرميل، اسمه ضرس البرميل، برميل بالعربي مالبري مولر، مالبري مولر اسمه مالبري مولر، شبه البرميل، شبه البرميل، تمام؟ شبه الايه؟ طيب برميل، البرميل شبه، شفت الكوباية كده؟ شايفة الكوباية دي؟ بيبقى شبهها، شبه البرميل، ايوه. انت قلتي الاسم الاولاني ايه؟ مالبري مولر وهوتشنز تيس، اهي مكتوبه فوق اهي هنا لا في قلت الاسفل، حاجة، قلتي اسم تاني. مالبري مولر، والله اهي مالبري مولر، شبه ماشي البرميل، شبه البرميل وهوتشنز تيس. الانسايزرز اسمها هوتشنز انسايزرز، والمولر اسمه مالبري مولر، تمام. ماشي. طيب العلاج البنسلين ايه؟ علاج، قصدي انا جاوبتها لكم، علاج السيفلس بنسلين. ليه؟ لان السيفلس اصلا بيتعمل ببكتيريا، فعلاج البكتيريا ايه؟ مضاد حيوي، تمام. تمام. طيب which of the following is the pain reliever is safe to prescribe in a patient with a peptic ulcer، عيانين البيبتيك ألسر، الأسيتومينوفين ده اللي هو السيفس ايوه يعني في أي حاجة. الاسيتومينافين، ايوه هو ده الحلو. اوعي تدي ايبيبروفين، ليه؟ لان الايبيبروفين اصلا يخرج. بيعمل اصلا بيبتيك ألسر اساسا، ده نون ستيرويدال بيعمل بيبتيك ألسر. طيب which of the following sealer epoxy resin based، مين الايبوكسي ريزن بيز؟ ايبوكسي مش ايجينول، ايبوكسي مش ايجينول، اخدناه، اللي هو ايه، اتش بلس ليه؟ اتش بلس ايوه اتش 26 الاثنين دول. ايوه الاثنين ايبوكسي صح، بالظبط الاثنين ايبوكسي. لازم تكونوا فاكرين الوركينج تايم والسيتنج تايم بتاع كل واحد فيهم، الاولاني 4 وركينج تايم و8 سيتنج تايم، ماشي. الثاني 15 وركينج تايم و24 سيتنج تايم. من الاسئله بالظبط بتاعت اسراء بحاول اعرفها. ايوه تمام، بس انت لخبطتي، هي الاي اتش العادي والاي اتش، الاي اتش بلس ولا اقل؟ ال اتش اقل، الثاني اي اتش 26، ايوه. طب مين اللي كان بيطلع فيهم فورمالدهايد؟ ال اي اتش 26 بالظبط، فالاي اتش بلس ما عادش بيطلع فورمالدهايد، الفورمالدهايد عباره عن نوع من انواع التوكسينز اللي بتطلع على المريض يعني. طيب which of the following is the most appropriate method in the differential diagnosis between the periodontal abscess and the apical abscess، افرق ما بين البريدونتال والابيكال ابسس ازاي؟ لا فايتاليتي. لا الايه؟ تيست الفيتاليتي تيست، الفيتاليتي اليكت. تيست، لا مش الكتريكال، البلب تيستنج يعني. يعني بصي هو في الاجابات عندك هنا البلب تيستنج اللي هو بيبين ايه؟ السنه دي فايتال ولا نون فايتال، تمام؟ فيتاليتي مش هيتضمن برضو اللي هو فيها الكتريكال بال تيست، ولا كان قلنا ايوه لا الكتريكال دي كان ضعيفة، ولا احنا كان عايزين حاجه عامه، مين حاجة اللي عامة. هتبين بال السنه تيست. دي فايتال ولا لا؟ هي البلب البال تيست تيست. بالظبط. اوكي طيب قلنا اكتر حاجه بتيجي مع التيوبركلوزس بتبان في النك، شايفين الصوره دي ممكن تجي لكم في الامتحان او صوره الاكس راي عادي جدا، يقول لك جات لك في السيرفايكال ليمف نود، يبقى مين اللي عملها؟
مش فاكراها يعني. التيوبركلوزس، مين اللي يعني التيوبركلوزس اللي جت في السيرفايكال لينف نود بقى اسمها ايه؟ ليها مسمى، سكورفيولا. سكارفولا او سكارفيولا. ايوه طيب ماشي. واحد عنده 40 سنه جالك العياده عشان يعمل كومبريهنسيف تريتمنت، اون اكزامينيشن شفت السنه رقم 4 و7 بتريسبوند نورمالي للكولد تيست تمام، وبتنسبوند برضو للبالبيشن كويس جدا، السنان دي بتريسبوند للاثنين كويس حلو. ابون كيرز، اما جيت اشوف الكيرز عملت ايه، جيت اشوف وانا بشيل الكيرز، شلت الكيرز من السنه رقم 7 او من اللور 7 جروس كيريس بالب اكسبوجر ووز انكاونترد، يعني انت عملتي بالب اكسبوجر كده السن سبعه ديت ويل سيرف از اباتمنت فور الفيكسد بريدونتال بروسيزس، يعني السيفن دي هتتعرض او هتشتغل كاباتمنت لفيكسد بريدج. المفروض ان انت هتعملي في السنه دي ايه؟ تشتغلي في السنه هي دي ايه؟ لو كان هي عادية كنت هعمل يعني مش هستخدمك كأبطمنت يعني، هعمل دايركت بالب كابينج ولا لا لا، لا؟ لو حصل جروس انت جروس عملتي جروس جروس بالب اكسبوجر، انت ما عملتيش جروس نقطه. ار سي سي. عارفه هو جاب لك كلمه جروس ليه؟ علشان يلخبطك في حته الدايركت بالب كابنج. احنا قلنا الدايركت بالب كابنج امتى اعمله؟ لو ما انا اتوفر ممكن كام هنا ما بين ينفعش اعمل بوينت. بالبوتومي لا بين ما بوينت. ينفعش تعملي بالبوتومي، استني خليكي معايا، ما ينفعش تعملي بالبوتومي ليه؟ لان دي هتشتغل كاباتمنت الفيكسد بريدج، اباتمنت الفيكسد بريدج وبالبوتومي ده هيكسر السنه نصين، انت لازم السنه تبقى كلها نفس القوه تمام، لازم السنه كلها، يبقى لازم تعملي روت كانال تريتمنت. امتى اعمل دايركت بالب كابنج؟ لو اتوفر كذا شرط، اولا بين بوينت اكسبوجر ده اولا، ما ينفعش في حالتنا لان العيان ده عنده 40 سنه ولازم العيان بتاعي يبقى صغير في السن، لازم تكوني كنت عامله ايزوليشن ويقول لك في السؤال انا عامل ايزوليشن، لازم تكوني عملتي اكسيدنت والاكسبوجر يكون ماينت اقل من نص مللي تمام، ما قالكيش اي كلمه من الكلام ده هنا، ده بيقول لك صريحه ان هي كان فيها كيرز وطلعت جروس بالب اكسبوجر والسنه دي هتشتغل كفيكسد، يبقى انا اعمل لها ايه؟ روت كانال تريت تمام. طيب واحده عندها 32 سنه جات لك بفيشيال سويلنج والسيفير بين، شي سو هير دنتست فيو اورز اجو، يعني بعد ما راحت لدكتور السنان رجعت لك تاني بفيشيال سويلنج، شي ستارتد هير دنتست صوديوم هايبوكلورايد اكسيدنت، قالت لك ان في صوديوم هايبوكلورايد اكسيدنت حصلت وانا بعمل روت كانال تريتمنت، ايه اللي خلى يحصل ابيكال اكستروجن؟ ايه اللي خلى الصوديوم هايبوكلورايد يعدي من الكانال او يعدي من الايبكس تحت؟ ان انت عملتي ايه؟ ضغط جامد ايوه ابيكال دخلت بوزيتيف بريشر، عملتي بوزيتيف بريشر على السنه، عملتي البوزيتيف بريشر على السنه. ممكن يجيب لك اجابه تانيه يقول لك ما استخدمتيش السايد فيندت نيدل، ما استخدمتش السايد فينتد نيدل، تستخدمي السايد اصلا، استخدام السايد فينتد نيدل استخدامها الاساسي علشان تمنعي الهايبوكلورايد اكسيدنت تمام. اوكي طيب ديورنج الاكستراكشن اسمها ايه؟ للماوس سايد ايه؟ سايد فينتد نيدل في اي ان تي اي دي تمام. اوكي وخلي بالك السايد فينتد نيدل بتدخل الوركينج لينس اقل من 2 مللي تمام، توصلش للفول وركينج لينس يعني. ديورنج الاكستراكشن للور ثيرد مولر التوث ديس ابيرد في السوفت تيشو، وانت بتخلعي السنه غطست في السوفت تيشو سبيسز، السنه دي امال راحت ايه اللي لفين؟ بالظبط بيبقى، معلش سؤال تاني، ايه اللي بالظبط بيبقى على الوركينج لينث؟ مفيش حاجه بالظبط على الوركينج لينس، كلهم شورت شورت واحد على لفين الوركينج لينث اللي انا اخدته، ولا مش انا بقى بقلل على الابيكال كونستريكشن، ولا دي حاجة تانية؟ الجاتا الاوبتيوريشن بيرستا، بيبقى على طول الوركينج لينث. الاوبتيوريشن يطول يكون على طول الوركينج لينس كله، يكون عند الابيكال ماينر كونستريكشن، يكون عند السمنتو دنتينال جانكشن او السمنتو او سمنتو دنتينال جانكشن او الماينور ابيكال فورامينا، دول اللي انت ده اللي هو قصدك عليهم، الاوبتيوريشن. ده الاوبتيوريشن، اي حاجه تانية اقل من الوركينج لينس ب 2 مللي تمام. تمام. طيب قلنا الثيرد مولر غطس هيروح في انهي سبيس؟ طب من دبلش طب مانديبولار سبيس. طيب مين اللي العلاج اللي بيستجيب للاسبرين؟ استيويد استيوما اخدناه استيويد استيويد استيوما. استيوم، وما ايوه يستجيبش غير وهو صغير في الحجم اقل من لو 2 كبير مللي، مش هي... مش لو كبير مش هيستجيب.
طيب مين من الكونديشن دي عندها الهاي ريسك تو ديفلوب انفكتيف اندوكارديتس بعد الدنتال بروسيدر؟ مين كل واحدة الناس؟ prosthetic heart valve. ايوه البروستاتيك هارت فالف هم اكتر ناس هيجيلهم انفكتيف اندوكارديتس. تمام اوكي. واحد عنده 44 سنه بيشتكي من بين في الابر ليفت اريا، بيشتكي من بين في الابر ليفت اريا، السنه اللي هي الابر 6 ما بتش مش بترسبوند خالص للكولد، وستندر للبايتنج ماتت والبركشن. ايوه ماتت وستندر للبايتنج والبركشن، كانت بتشتكي من البايتنج والبركشن، يعني في مشكله في الابيكال بريزونتايتس، ومفيش اي مش مفيش اي ساين للساين ستراكت او السويلنج خالص. تمام المفروض ان انا اعمل ايه للسنه دي؟ ار سي تي ار سي تي روت كانال تريتمنت بالظبط. طيب واحد عنده 44 سنه بيشتكي من بينون بايتنج، بينون بايتنج over the past 3 months related للأبر 6. التوس was endodontically treated. حصل لها اندو من 4 سنين فاتوا. تمام؟ وتندر للبركشن والبالبيشن. وانا بشوفها راديوجراف لقيت في ابيكال راديولوسنت حوالين الثلاثه روت. تمام؟ يبقى الدايجنوسس بتاعي ايه؟ اتعمل لها اندو من 4 سنين فاتوا. يبقى هي ايه؟ دي كنت هقولها بي ار اف، بس لا قال لك ان هي لا هو الرقم عايز هي الدايجنوسيس. دي بريفيسلي تريتد حلو مع ماشي. وتندر للبركشن. يبقى سيمتوماتيك ابيكال بريوندايتس. تمام. سؤال زي ده المفروض ما خلاص ما عادش يقعد معاكم كتير، نخلص فعلا منه بقى بسرعه، اتكرر وبقى سهل لازم يعني يجي لكم اصلا في كتير قوي الامتحان. ده. ده امتحان طبعا امتحان بالهبل. ايوه ايوه فعلا بيجي منه كتير، وده من الاسئله الهديه الصراحه. طيب نشوف السؤال التاني ده. واحد عنده 8 سنين، خلي بالك من حته 8 سنين، جاي لك العياده ريسيفنج تروماتيك دنتال انجري، حصل له انجري في المدرسه. تمام ثيرمال تيستنج للانتيريور تيس ووز ان انكلوسيف. تمام والالكتريكال بالب تيست ووز اسيد تو اسس التيست فيتاليتي، عملت الكتريكال بالب تيست. هاو داز الالكتريكال بالب تيست ديترمين ذا ديجري اوف بالب انفلاميشن، يعني ازاي الالكتريكال بالب تيست بيحدد البالب انفلاميشن من خلال ايه؟ من هو النيرف ولا ايه؟ ايوه يعني هو بيديني نيجاتيف وبوزيتيف ولا بيديني ديجريز؟ لا لا نيجاتيف نيجاتيف وبوزيتيف وبوزيتيف لانه عن بس. طريق النيرف. ايوه يبقى هو it can only determine the presence او الابسنس للفيتال تيشو، يا سالب يا موجب مفيش في النص. دكتور احنا مش كنا قايلين في الاكسيدنت اللي هو بيبقى فولس، يعني ممكن ايوه يديك فولس. ايوه ماشي، هو ممكن يديكي فولس، هو مش هو هنا بيسالك بيسأل هنا عن الالكتريكال بالب تيست، بالظبط، بيسألك عنها. هو هنا بيسالك على الكتريكال بالب تيست بيقيس ازاي. بصي هو خدك في السؤال عشان تقعدي تجيبي كل حاجه لها علاقه انا بقى انا بالالكتريكال بشوف بالب الحاجات دي تيست. بقى لما يقعد يتوهني عارفه عارفه تشيلي التوهان انا ده كنت ازاي؟ في اقري امتحان، السؤال، عايزه تشيلي اقرا الاجابات التوهان، ولا ايه؟ لا اقري السؤال، اللي اقري اخر سطر في اخر الكيس، سؤال، اخر حاجه في السؤال. اخر سطر في الكيس، شوفي هو عايز السؤال ايه، وبعدين بقى اطلعي اقري الكيس بقى خلاص عادي مفيش مشكله. تمام طيب برضو سؤال دايجنوزس. واحد جالي العياده بالسيفير بين، تمام على الابر على اللور 6، البين لاست مور ذان 3 مينتس بعد ما شرب حاجه ساقعه. تمام وبين ان بايتنج، وبين ان بايتنج يبقى في ايه؟ بس يبقى ابيكال ايرفيرسيبل بيردونتايتس و ايرفيرسيبل بيردونتايتس و ابيكال بيردونتايتس. بالظبط. بيشنت عنده سيكل سيل انيميا وعنده سيفير بين، تمام والفيرست عنده سيفير بين من المولر. تمام وبيشتكي او المولر ده منعه ان هو الإجابة اللي هي ياكل دي اللي هي ويشرب ايه؟ ويشرب. لحظة لحظة، اللي فوق دي اللي هي آخر واحدة صح؟ ايوه هي ايوه صح سيمتوماتيك ابيكال. ايوه طيب قلنا ان هو سيكل سيل ديزيز وبيشتكي من بين في السنه بتاعته، بيشتكي من الدرينكينج والسليبنج ومش عارف ياكل ولا يشرب ولا ينام. تمام والبركشن كوزز، البركشن بيعمل سيفير بين برضه، يعني في بين والبركشن. تمام واتش اوف ذا فولوينج الاميديت اكشن، المفروض حضرتك تعمل ايه للعيان ده؟ هو مش هي مش ايه هو اسمه ماشي ولا انتي بايوتك سي برضو، ما هي سي ماشي. الهيدريشن دي مش فاهمه ايه، يعني هديله اكسجين مثلا في الهيدريشن؟ انا مش عارف. انشور الهايدريشن اوف العيان، خلينا نقرا الكلام ده كله، خلينا نقراه عشان لو انت ما انتش عارفه مش ده الدنيا دكتور ايه. اللي كان بيبقى عايز اكسجين؟
لا السيكل سيل ديزيز ده السيكل سيل اللي هو انيميا، نورمال ده ال السيكل سي سيل اس انيميا سي ده النورمال نورمال واللي ام سي اه ام سي تي، ايوه بس عنده كتير في الريترو الاريثرو الاستريك ها حاجة اللي هي اللي غير ناضجة دي، ايوه الاريثرو عنده منها كتير. مين اللي كل ما نطلع فوق الاكسجين هو بيروح؟ ده هو ده هو ده مع بيظهر مع الانفايرمنت. هو ده يظهر مع الانفايرمنت، لكن هو جاي انا لك قصدي عادي، كده، هو بس جاي كان لك في عادي. اجابة قبل كده في اللي هي الهايدريشن دي، كانوا مجاوبينها برضو في احدى الامراض اللي هي المفروض اديلها اللي هي برايمري هيرباتيك بين جينج في استوماتايتس بتيجي الاطفال، جاوبها اول حاجة قبل الانتي فايرال، مجاوبينها ان بص اعمل له انالجيسيك وهيدريشن. البرايمري هيربيتيك جينجيفوستوماتيتس عشان هو فيرال انفكشن، فاصلا اصلا ملوش علاج، ده اساس تمام. الفيروس بيجي يدخل جسمك زي دور يبقى البرد تأثر يعني. بس ويمشي ما انا حتى بعد ما كده شفتها على النت، بس هم اسراء مجاوباها كده، فالمفروض احنا واخدينها ان هي انتي فايرال، توبيكال انتي فايرال. لا حتى بالظبط. في اجابات قال لك لا، الاول عشان هو بيجي للاطفال ادي له انالجيسك لا واعمل له هو على فكرة، على هايدريشن دي. فكرة إجابة الهربيتيك جينجيفوستوماتايتس أصلا أنت ما ينفعش تديله أي علاج غير لو البين عنده سيفير، البين عنده سيفير وفقد الهايدريشن بتاعه كله وفقد السوائل بتاعة جسمه، إن الفيروس ده بينزل سوائل الجسم، فساعتها هتعملي له بيد ريست وهتظبطي له إيه الدنيا وتديله هايدريشن تمام. ده كان ده اي بي سي كليه وهم بيدونا تمام. العلاج ده، ادي العلاج لما الاعراض تزيد، لكن فيروس ملوش اصلا اي علاج. امتى تدي الانتي فايرال؟ تدي الانتي فايرال لو خلاص بقى خلاص الفيروس قعد مده طويله وعمل اعراض كتيره جدا تمام. هنا في حته السيكل سيل ديزيز بتعملي الهايدريشن للعيان ليه؟ لان العيان ده عنده مشكله اصلا كرات الدم الحمراء تمام. كرات الدم الحمراء هتقل او السوائل في جسمه هتقل او الدم في جسمه هيقل، فهو مش عارف يعيش حياته. فانت الاول حاجه طب ما هو جاي لي هو في النورمال، هو ما هوش مثلا فوق الجبل. ايوه ماشي، بس هو جاي لك وهو عنده دلوقتي مشكله، هو مش هيبان ستيكل سيل ديزيز، هو مش هيبان ستيكل ديزيز عليه، بس انت لازم تنشور ان هو هايدريتد عشان ما يحصلوش لوس للدم. الشخص ده لو حصل له لوس للهايبوتنشن والكلام ده، مفيش بقى اكسجين هيفصل خالص، ده هو اصلا كراته كرات كبيره وما بتشيلش اكسجين. تخيلي بقى لما يبقى فيه هايبوتنشن او يحصل له ستريس كتير، يبقى انت ايه؟ بس لازم معلش سؤال عرضي، هايدريشن دي عشان بزود له شوية مية في جسمه، ايه علاقته بقى بالاكسجين؟ انشور الهيدريشن، ان هو انت يعني تخليه ولا قاعد ملوش علاقة، مرتاح. ولا السؤال ده ملوش علاقة بالاكسجين بقى خالص؟ لا ملوش علاقة بالاكسجين، خليه قاعد مرتاح وتمنع الاسترس بس عشان تمنع الهايبوتنشن وتمنع اي حاجة تحصله بالظبط تمام. اوكي طيب واحدة عندها هتبقى ستة الإجابة اللي هي وخمسين انشور سنة صح؟ انشور هايدريشن ايوه. واحد عنده 56 سنه ويز ديفكتيف بي اف ام، عندها مشكله في الكراون تمام. لور 6 السنه، اللور 6 دي بتروسبند نورمالي للبلبيشن والبركشن والبريدونتال تيست، هي نورمال عادي جدا تمام. الهيلث بتاع الاتاتشد الفيولار ميكوزا وزن النورمال ليميت برضه تمام، يعني كل حاجه تمام، بس البي اف ام هو اللي مش مظبوط، البولس انفيوز تو ميتال هو اللي مش مظبوط. ما هو الموست دايجنوستيك دايجنوزس للسكس ده؟ previously treated يعني اللي هي هي لا أول فيها حاجة، اندو، الاندو بتاعها ماشي حلو بس والبري دونتال بتاعها حلو. هي نقول هي عشان ما فيش صوره، نقول ان هي معموله اندو، نقول ان هي معموله اندو يبقى الاندو حلو والبريو حلو، ايوه، يبقى الدايجنوزس بتاعها ايه؟ اللي هي هتبقى دي ايوه previously treated with asymptomatic apical periodontitis، ما عندهاش اعراض للبريدونتايتس تمام، ما عندهاش اعراض للبريدونتايتس. اوكي which of the following the preferred time for repairing the defect if cervical root perforation occur during the root canal treatment. على طول البرفوريشن ايوه immediately immediately. immediately after الابتوريشن ولا immediately اللي هي بتاعت سي؟ ايه immediately اللي هي بتاعت سي هتسي على طول انا من غير ايوه. مش بعد ما اخلص دلوقتي الابتيوريشن، قبل لا ما دلوقتي اخلص ايوه، دلوقتي قبل ما اخلص العلاج، مش immediately بعد الابتوريشن، لا عندي immediately سؤال، after
انا دلوقتي هحط امتي ايه وهو اصلا انفكتد انا ماليش بالبتاع. دعوه انت هتحطي ايه، هتحطي حاجه مؤقته، هتحطي حاجه دايمه، انا المهم ان هو يتقفل. ممكن تقفليه بمؤقت عادي، ممكن تقفليه بجلاس ايونومر مؤقت، المهم ان هو يتقفل immediately قبل ما تكملي شغل. بس مش هحط مثلا امتي ايه واعملها انفكشن ولا لا ايه؟ عادي، انت ممكن عايزه تحطي ام تي اي وتقفليه للاخر عادي مفيش مشكله، او تشيلي الانفكشن وتعملي تحطي الام تي اف ساعتها عادي. عايزه تعملي مؤقت جي اي سي وبعدين تشيلي الجي اي سي ده تاني وانت بتعملي اوبتيوريشن تقومي حاطه الام تي اي عادي برضو مفيش مشكله، المهم انا ان هو عملت الاول يتقفل. ميكانيكال، نظفت ميكانيكال ولا ما نظفتش؟ ما نظفتيش قفلتي على طول، انت عارفه انت تمام. لو نظفتي البرفوريشن ايه اللي هيحصل؟ دخلتي انفكشن في كونتمينيشن العظم هيدخل بالظبط. اي هيحصل مشكلة اكتر. تمام. طيب مين اللي عندها هاي ريت اوف ريكارنس؟ او كي سي اللي هو كام اوتوماتيزم في المية؟ كانت، هقول لك اهو استنى، 30 ايوه 30. بالظبط. طيب بص، شايفين الصورة بتاعت ال انا معلش بلخبط ما بين الاودونتوجينيك كيراتوسيست والاميلوبلاستوما، يعني عايزه الاميلوبلاستوما مالتي لوكال؟ ايوه الاميلوبلاستوما دي اللي هي ما ده بتيجي تيومر، سوبابل ابيرن، الاثنين دي سيست لكن ده بيناين تيومر، دي تيومر سيست لكن ده بيناين تيومر، بس دي ده يوني بتيجي لوكال لوحدها. والتاني مالتي لوكال. ايوه دي يوني لوكيولر، الاميلو بلاستوما سوب بابل ابيرن او هاني كامب ابيرنس او مالتي لوكيولر راديولوسنسي. تمام. طيب لو كان جايب لك صوره الراديوجراف دي، الراديوجراف دي تمام جايبها لك، وجوه السيست الكبيره الجميله دي سنه امباكتد وزده، ماشي، يبقى ماشي دي انهي سيست؟ تمام. دنجرس ماشي، علاجها ايه بقى؟ نفس السيست ده بالظبط. ها قلنا علاجها لا انا عايزه الكيس، انا ماليش دعوه انا قلنا علاجها ايه، انا عايزه الكيس دي علاجها يبقى ايه، الشكل ده اللي واخده كل المندبل ده هنعمل لها بالظبط. مارسيبلايزيشن الأول. بالظبط تعملي لها مارسبلايزيشن لان هي كبيره، مش هينفع تعملي لها انيكيوليشن ولا تعملي لها مارجنال ريسكشن، ليه؟ لان هي واخده جزء كبير من المندبل. تمام. طيب واحده واخده كليندامايسين وبتشتكي بعدهم كام يوم، ليه؟ ريا وهي سودو ممبرينس كولايتس ولا ايوه اللي هي له اسم تاني الكولستريديم ديفيك ديف اللي هي عندها بقى الرقم دي. دي. تمام. طيب which of the following الموست كومن للباثوجينيك ساين للمانديبولار فراكشر، لما المانديبول يتكسر ايه اكتر حاجه ممكن تحصل؟ المال اكسلوجن مال اوكلوجن، اي حاجه في العظمه طول تتكسر بيعمل هيحصل مال بيعمل اوكلوجن بيبهدل اللي هو اسمها ايه الاوكلوجن، بالظبط. بيعمل كومبرمايز اوكلوجن. طيب عندك ايه تاني؟ واحد young patient بيشتكي من white lesion في الليفت. انا شوف السؤال اللي في الاخر، how many days you recommend the biopsy of the lesion؟ من غير ما ابص 14 على الكيس، من غير ما ابص على الكيس، لا هي لو مش اربعه. سموكر، لو ايوه سموكر على طول لو سموكينج على طول وانديوريتد، لو انديوري سموكينج وانديوريتد تبقى ايه؟ على طول يبقى تايت وقتي، لكن غير كده immediately تو ويكس 14. 14 يوم. بصي بقى على الكيس بقى براحتك، انا ما عنديش مشكله، هتلاقي ان الكيس عاديه جدا وما فيهاش اي حاجه، بقى نستنى عليها قد ايه؟ 14 يوم عادي. تمام؟ اوكي. طيب which of the following are the most common type of البكتيريا في الاودونتوجينيك انفكشن؟ قلنا الاودونتوجينيك انفكشن فيها كم نوع من البكتيريا؟ اتنين اني روبو ايرو يعني رو ميكس الابسس كان بيبقى فيه ايه؟ اني رو انيرو. طيب واحد عنده 40 سنة، واحد عنده 40 سنة history of aplastic anemia، عنده aplastic anemia. تمام. He came for a dental treatment including multiple filling، هيعمل multiple filling و extraction. شوفي اللاب ريزلت بتاعه، شوفي اللاب ريزلت بتاعه. Which of the following is the most appropriate treatment للعيان ده؟ العيان ده عنده ابلاستيك انيميا. تمام. ابلاستيك انيميا يعني ايه؟ يعني ما عندوش نمبر كويس للار بي سيز، بس لما انت جيتي عملتي له السي بي سي تمام لقيتي عدد الار بي سيز يعني متوسط 5. تمام، يعني مش قليل ولا حاجه،
لقيت الهيموجلوبين برضو طبيعي عادي جدا، لان كاتب لك النورمال فاليو اهي. لقيت الوايت بلاد سيلز برضو 8، حلوه جدا في النورمال. يبقى انت المفروض البيشنت ده هتعالجيه كانه ايه؟ انا بيشنت عايش انه عادي. نورمال بيشنت، يبقى تريت البيشنت نورمالي. نورمال. تمام؟ لا، طيب بلاستيك انيميا ده كان عنده مشكلة في ايه؟ مش كان هو نورمال؟ نقص، لا هو المشكله بتاعت نورمال ام سي الابلاستيك في انيميا نورمال بس في كل حاجه، هو نقص بقى قليل في العدد. الريترو. قليل في عدد اللي هي الغير ناضجة، يس. صح؟ لا الار بي سيس عاديه، ار بي سيس عاديه، البون مارو مش قادر ينتج ار بي سيس. ده مشكله الابلاستيك انيميا، ان البون مارو اصلا مش قادر ينتج ار بي سيس، مش ناضجه ولا غير ناضجه، هو مش قادر ينتجها اساسا، فهي قليله في العدد. تمام. طيب وايل كلوروهكسيدين عنده وايد سبيكترم انتي بايوتيك، ليه؟ ليه بيشتغل كوايد سبيكترم؟ عشان عنده خاصيه اسمها ايه؟ هي هقول لك سب سنسيتيفيتي. سب سنسيتيفيتي ايوه سبستنتيفيتي بالظبط. طيب وواحد عنده، واحد عنده 65 سنه عنده هايبر تنشن، جالك العياده عايز دنتال اكستراكشن، هي هاز بين اون 81 مللي جرام اسبرين، بياخد اسبرين بقاله 3 سنين، بس الاسبرين اللي بياخده 81 جرام. تمام. المفروض ان انا اعمل للعيان ده ايه؟ اوقف الاسبرين ولا اشتغل له عادي؟ هي كميه الاسبرين دي كتيره ولا قليله؟ لا، ما قطعة تاني كده. معقولة أكمل له عادي؟ اه تشتغلي له عادي. تمام. ليه؟ لان كميه الاسبرين دي قليله جدا، مش اللي هي تعمل له سيوله، يعني مش اللي هي تخليني وانا بشتغل له افكر ان انا هعمل له سيوله، او ان انا هعمل له انفجار في الدم او الاوعيه مش هتقفل. لا كميه الاسبرين دي قليله جدا. تمام. لو قال لك بقى 150 بقى وانت طالعه، لا يا باشا احنا كده ايه، لازم نوقف الاسبرين 5 ايام وبعدين بعدها بقى اشتغل. تمام. اوكي. طيب وير داز السب مانديبولار داكت بتفتح في الاورال كافيتي؟ السب مانديبولار داكت بتفتح فين؟ انتيرير تيس ولا ايه؟ عند ايه؟ عند الفرينم بتاع التنج، عند الفرينم بتاع التنج. فاكرين الدكت بتاعتها كانت اسمها ايه؟ اسمها وارثون ستاكت. ايوه السب لينجوال، كانت فيها اس سيالين سيال فيها اس بارثولين. بارثولين. ايوه. طيب ان ويتش روت كان الاكسترا كانال بي فاوند في الابر فيرست مولر؟ الابر فيرست مولر كانال الزياده فين؟ مزيوبك. ميزيوبك. طيب which of the following is the definition of a concussion injury؟ concussion تاني، يا بالك تاني كاشن تفهم بس ما بمبالغ. فيش، لما ما فيش موبيليتي وما فيش ديسبليسمنت بالظبط. تندر رقم للبركاشن. بي. ماشي يلا اخر سؤال. واحد عنده 19 سنة presented with periodontal disease with severe mal occlusion class 2 mal occlusion. تمام. Which of the following action must be taken first؟ هنعمل ايه؟ التريتمنت بلان بتاعتك تمشي بالستيجز ازاي؟ يعني دي ايه؟ سي ال دي ايه؟ كال 11 دي ولا دي ايه؟ ولا السي دي او كي كلاس 2. كلاس 2؟ كلاس 2. تريتمنت بلان بتاع هعمل له اورثودونتك عادية ولا هعمل ولا هعمل سيرجيكال؟ ما انا هعمل هو بيقول لك هنا خطوات الفيسز اوف التريتمنت. فاكرين البليمينري فيس وفيس 1 وفيس 2 وفيس 3 وفيس 4؟ لا مش فاكرين. لا مش في فاكرة. عندي لا احنا اتكلمنا والله عنها 4 مرات مش مره واحده. قلنا التريتمنت بلان او التريتمنت فيسز، الفيس 0 اللي بعالج فيها الامرجنسي بس، الفيس الثانيه اللي بعالج فيها الجراحات، الفيس الثالثه والفيس الثانيه برضو بعالج فيها الجراحات وبعمل فيها السكيلينج والروت بليننج، وبعدين اعمل بعدها افتح للمولر، افتح الاوبريتيف او افتح الكيرياس كافيتي للمولر واحط مؤقت. تمام. وبعدين احط الحشو، واخر خطوه خالص اسلم الدليفري واعمل اورثو. اخر فيس اسلم الدليفري واعمل اورثو. هنا بقى بيقول لك العيان عنده مشكله في البريدونشيوم وكلاس تومال اوكلوجن، اعالج مين الاول؟ الفيسز مين اللي هعالجها؟ بريدونشيوم الأول. البريدونشيوم الاول، يبقى تريتنج وستابلايزنج البريدونتال ديزيز، وبعدين اروح في الاخر لكلاس 2 مال اوكلوجن احط الفيكسد ايه ابلاينس بتاعي، او احط الابلاينس بتاعي الطبيعي. تمام. تمام.
خلصنا 100 سؤال بالتوفيق يا رب. ما اظن ان هم سهلين يعني، ما كانش فيهم حاجة صعبة خالص. لا لطيف.